انا بقى الحمد لله ربنا كرمني ان انا بعرف اغير لهجتي يعني قدام اي حد، وبعرف ان شكلي ما بيديش على جنسية معينة، فالموضوع ده غير حياتي حرفيا. انا هقول لك ازاي. كنت يوم قاعدة في امانة الله في بيتنا، وكنت ساعتها كنت بذاكر طب اسنان، كنت بدرس في كلية طب اسنان، اتخرجت منها الحمد لله، الكلام ده من 6 سنين، فكان عندي مذاكرة وامتحانات وقرف وضغط وكده، وانت عارف طبعا الكلية والجامعة وكده، فكتير ضغط، كتير دراسة، كتير قرف، فأنا زهقت، كنت كتير زهقانة، قلت يا بنت قومي صوري فيديو كوميدي ونزليه على السوشيال ميديا. طبعا هداك الوقت أنا كنت من النوع اللي كتير كتير بحب إنه أصور، وبحب إنه أبعت لرفقاتي ضحكهم، إنه هيك أبعت لهم أشياء كوميدية، أشياء حلوة إنه يضحكوا، فقلت إنه أوكي خليني أصور هالفيديو. ايه، وكان عندي يمكن يعني شي 50 شخص على فيسبوك، انه يعني كلهم على بعضهم، انه معنهم كتار. ايه، فرحت صورت فيديو ونزلته، الفيديو كتير عجبني، اختي شافته قالت لي مها انزل الفيديو وايد حلو، ابقى اطرشي حق ربيعاتي. قلت لها انزين انطرشي، قالت لي سوي الفيديو برايفت سوي بابليك. قلت لها حبيبتي شو بابليك ما بابليك، كل الناس بيشوفونه، انا كل حد بيشوف الفيديو، انا يعني افتحي؟ قالت لي شو كل حد بيشوفه، ما حد درى عنك حبيبتي، انت منو مسوي لك سالفه؟ قلت هاي والله صدق، انا منو مسوي لي سالفه، ما حد مسوي لي سالفه، سويتها بابليك. وطبعا يا زول لما عملت بابليك ما شفت الحصل شنو، وب علي من الحصل، وب علي من الحصل، وب علي، الناس دي كلها شافت الفيديو، ما فضل زول في الدنيا ما شافه، وفريند ريكويست، فريند ريكويست، وشير شير شير، جروبات الفيسبوك وجروبات الواتساب، والناس دي ترسل لي وانت والبنت دي من وين؟ وطبعا انا عملت بلوك للناس كلها، لانه طبعا ما متعوده على الشهره والكلام الفارغ ده، خفت، والناس بقت تقول لي حاجات غريبه جدا، اللي هو بس كفايه. ان انت شاء الله عارفه متسابقين كتير شاركوا معانا، الفنان طلع السقفه في وسط والله الفقره. العظيم، ما شاء الله ما شاء الله، يعني برافو. لو سمحت يا فندم ابعتوا لنا رقمها فورا دي. اوه لا لا والله العظيم النبي بعتها لي يعني بعد اللايف على طول، على طول ما شاء هبعتهولك. الله. لا انا لا لا انت شفت سبحان الله. واولا يعني هقول ايه، دي موهبه ونعمه كبيره جدا من ربنا، بس عشان هي بقى كمان تروح داخله من لهجه للهجه بنفس الروح دي، ربنا يحميك. برافو والله، برافو، والله جسمي شطوره اشعر والله العظيم، شاطره والله جدا جدا. شرف ليا، والله والله انا شرف ليا، طب شكرا. تقريبا عملتي 5 لهجات تقريبا صح؟ ايوه اوكي، انت تعرفي اكتر انت من كده. عايشه فين يا فندم؟ انا عايشه في الامارات، مولوده في الامارات، وسودانيه، وامي عراقيه، وصحباتي من كل الجنسيات فعشان كده لا انت يعني شاطره اتشرفت شاطره ما شاء الله. اللهجات كلها. لا انت رحتي من لهجه لهجه، عملتي ديزولفات جميله جدا، ما وقفتيش، ومش في اللهجه بس او اللكنه، لا في الروح كمان، روح قبول. الشخصيه ديت عندي عندي، فانت تمام تركبي شخصيه تمام، انت مكمله، شطوره والله، برافو عليكي، شكرا شرفنا والله، بيك يا يبارك لي. دكتوره. على فكرة يا انا مها، عايز نمره أول الدكتوره لو سمحت. دكتورة الله هنسميها الدكتورة مها. على فكرة اه من والله أول ما قعدنا في تحضير للموضوع مع الفنان محمد هنيدي، هو قال لي أنا بدور على حد، أنا لو لقيت حد هخليه هتواصل معاه. فمها بجد جدا، لا بجد حاجة جدا جميلة جدا. جدا يا عنبه أنا والله، انت ما بتيجي تعمل speechless. فيلم او بتعمل اي مشروع بتفرح اما تلاقي اللي معاك حلوين، واحنا لازم ناخد بايديهم. والله اسعدتنا يا دكتوره، والله شطوره. فرحت قلبي، شكرا شكرا شكرا، هو تسلم. اسم الله. الدكتوره ايه بقى؟ مها، الكاستنج مها جعفر. مها مها. جعفر. الكاستنج دوره مهم، وهي عملت كأنها عملت كاستنج قدامك دلوقتي وأظهرت لا لا قدراتها. اللي والله عملته ده يا يعني جماعة عارف حاجة بديعة بصراحة.